أول ما راح نبدي بالهيدروكربون ترابس أو المصائد النفطية أو المصائد الهيدروكربونية أو ما يعرف به المكامن. الهيدروكربون ترابس تقسم إلى 3 أنواع: structural traps, stratigraphic traps أو combination traps. structural traps هي تنشأ من الحركات التكتونية للأرض اللي تؤدي مثلا إلى حدوث الفولت الصدع أو حدوث التطوي أو الفولت بالصخور. عادة الفولد والفولت تكون مصائد نفطية بسبب أنها تكون صخور ذات الصخور اللي تحدث بها الحركات الأرضية، صخور حديثة النشوء وذات خواص مكمنية جيدة. Stratigraphic traps تنشأ عادة من التغير في نوعية الصخور، في خواص الصخور. أمثال هذا التغير يصير إما مثلا من الانكونفورميتيز، أو يصير من التغير المادة الإسمنتية اللاصقة بين الصخور نتيجة الأمطار الحامضية أو أي عوامل التعرية أو التجوية الأخرى. أو عندنا نوع الأنواع الأخرى اللي هي البينتش أوت أو الفراكتشر بيسمنت مثل اللي راح نشوف لاحقا. أو عندنا الكومبينيشن ترابس النوع الثالث، كومبينيشن ترابس اللي هو شيء مشترك من الستراتيغرافيك والستراكتشرال. يعني راح تشوف انت عندنا هسه النوع الاول قلنا هو الستراكتشرال، النوع الثاني هو ستراتيغرافيك، النوع الثالث هو الكومبينيشن ترابس. هنا تلاحظ وياي الستراكتشرال هيدروكربون ترابس، راح نبدي بالفراكتشر بيسمنت اللي هو الصخور المتشققة. الفراكتشر بيسمنت هو عبارة عن صخور متشققة، هاي التشققات تعطي للصخرة نوعية من الخواص المكمنية من النفاذية والمسامية. الخواص المكمنية النفاذية والمسامية تنطيها هاي من هاي الخواص من الشيء الكثير. إذا تلاحظ الجزء الأسفل من البيسمنت هو عبارة عن صخور شيل. الصخور الشيل هي الصخور ما تسمح بمرور السوائل، ما تسمح بحركة السوائل. الجزء الأعلى من الصخرة، الجزء الأعلى هو السيل، سيل اللي راح يغلق لي الصخرة، ما يخلي المواقع تتحرك، راح تراب يعني راح يخنقني النفط أو يحصره هنا، يسوي له تراب هنا. بالنص هاي المنطقة إذا تلاحظها، هذه المنطقة إذا تلاحظ هذه هي منطقة النفط، فهذه الفراكتشر بيسمنت. النوع الآخر هذا هو الفولد. الفولد إذا تلاحظ هي عبارة عن صخور متعرضة لحركة تكتونية صايرة بشكل فولد أو ما يعرف بالطية. الطية إذا تلاحظ متكونة من الجزء الأسفل هو الماء، بالمنتصف الأويل، بالأعلى هو الغاز، ومحاطة بكلوجر أو انغلاق اللي هي تكون عبارة عن صخور غير نفاذة بحيث تحصر لي تراب النفط بذيك المنطقة. عندك هنا بالأسفل هذا النوع الثالث هو القبة الملحية. تلاحظ القبة الملحية نشأت كنوع من الصخور للأسفل، من مواد ملحية بالأسفل وصعدت للأعلى، لهنا صعدت للأعلى، مواد ملحية صعدت للأعلى، شوهت لي الصخور اللي مخزون بها النفط، شوهته، لكن بنفس الوقت سوت حصرت ليال هذا النفط، بعد ما راح تخليه يتحرك، ما راح تخليه يتحرك. فهذا النوع الآخر من المصائد هو السالت دوم. صار عندي 3 أنواع: فراكتشر بيسمنت، فولد تراب، والسالت دوم. ستراتيغرافيك ترابس ستراكشرال خلصنا، ستراتيغرافيك راح نجي عن كونفورميتيز. عن كونفورميتيز هو صخور تعرضت للتعريه بحيث قطع لي الزمن الجيولوجي مالته، قطع لي الزمن الجيولوجي مالته. هذا الانكونفورميتيز صخور تعرضت للتعريه بحيث انقطع الزمن مالته. ترسبت بالاعلى هذه هنا صخور غير لا ما تسمح بحركه النفط بحيث حصرت لي تراب النفط بذيش المنطقه، بحيث النفط ثبت ما يهاجر الغير منطقه، بحيث تراب صارت هاي مصيدة صادت للنفط، مصيدة نفطية. هذا النفط والغاز الموجود هنا للأسفل صخور، كانت تكون صخور عادة تكون صخور نفاذيتها ومساميتها قليل بحيث ينحصر النفط هناك. النوع هذا اللي أمامكم الآخر، النوع الثاني هو البينتش أوت. البينتش أوت عبارة عن صخور تعرضت، هذا البينتش أوت عبارة عن صخور تعرضت للضغط بحيث تحركت داخل صخور غير نفاذة، مثل صخور الشيل تحركت داخل صخور غير نفاذة مثل صخور الشيل بحيث انحصر النفط هناك، انحصر النفط
بذيش المنطقة. البنش اوت عندي نوعين، البنش اوت هذا الاعتيادي اللي هو جزء من المكمن يتحرك، او جزء من الشانل يتعرض الى انكونفورميتيز وبعدين يتعرض الى صخور تترسب فوقه، بحيث صار عندي ما يعرف ب الشانل بنش اوت. عادة المكامن، عادة المكامن تكون بيها مواع. المواع هي نفط، غاز، مي. الغاز بالأعلى، النفط بالمنتصف، والماء بالأسفل. الماء الموجود بالمكمن هو يسمى الفورميشن ووتر أو ماء التكوين، ماء مالح، براين، ماء مالح، براين. هذا البراين يعني ماء مالح. هذا المي يتواجد بالصخور. ماكو مكمن ما بي هذا عادة ماكو مكمن ما بي هذا المي. هذا المي ممكن، يعني ممكن أن ينتج مع النفط، ممكن أن ينتج مع النفط. تشبع، اسمه التشبع المائي، water saturation، تشبع مال هذا الماء اللي هو حجم الماء على حجم المسامات يسمى تشبع المائي. هناك ماء آخر غير قابل للاستحصال، ماء غير قابل للاستحصال اسمه كونيت أو interstitial water saturation، كونيت أو interstitial water saturation. هذا الماء غير قابل للاستحصال، ما يمكن انتاجه، هذا ملتصق بجزيئات الصخرة، فهذا يسمى interstitial أو connate water saturation. النوع الآخر من المواع هو الأويل. هو الأويل عبارة عن مجموعة من المواد الهيدروكربونية لتشبعها اسمه التشبع النفطي، اللي هو حجم النفط على حجم المسامات اسمه التشبع النفطي. الغاز ايضا يتكون من خليط من الهيدروكربونات الاخف وزنا، اخف من النفط، بحيث يكون على شكل غاز مسائل. الغاز يكون نوعين بالمكمن، اما بشكل غاز حر free gas، او بشكل غاز ذائب في النفط solution gas. اما بشكل غاز حر free gas، او بشكل غاز ذائب في النفط solution gas. عادة هذا الغاز الموجود بالمكامن شو يسمى؟ natural gas، الغاز الطبيعي، يسمى الغاز الطبيعي اللي هو غاز حر يتواجد فقط هو بشكل حر، هذا يسمى الغاز الطبيعي او ما يعرف بالnatural gas. تقسم المكامن اعتمادا على آلية الدفع. اني من يصير عندي انتاج النفط من المكمن، شلون يصعد للسطح النفط من المكمن، شلون يصعد للسطح بتأثير الضغط، ضغط المكمن. ضغط المكمن مين ينتج؟ ينتج من ضغط النفط، ضغط الغاز، ضغط الماء الموجود بالمكمن، تمدد الصخور، تمدد الماء، تمدد، يعني هذا كلها ينتج من اعتياد الضغط اللي هو قوة طبيعية ترفع للنفط من المكمن، من التراب، من المصيدة، من أسفل السطح عبر البئر إلى السطح، بحيث يصير عندي إنتاج. هذه قوة طبيعية. عاد القوة الطبيعية تقسم إلى ثلاث أقسام إذا تلاحظ وياي. أولا solution gas drive، يعني أنا عندي غاز ذائب بالنفط، غاز ذائب. من أني أبدي أفتح المكمن للإنتاج، هذا الغاز شو يصير بيه؟ يتمدد هذا الغاز بحيث النفط يزيد حجمه. من يزيد حجمه وأني فاتح بئر راح يصير عندي إنتاج طبيعي. gas cap expansion، gas cap يعني قبة غازية، gas cap يعني قبة غازية، يعني الغاز الموجود بشكل حر أعلى النفط. هذا شو راح يسبب لي من أحفر البئر؟ راح هذا الغاز راح يحاول يضغط للنفط باتجاه البئر، بحيث يصير عندي إنتاج نفط. أو الووتر، هذا النوع الثالث، الووتر درايف. الووتر درايف يعني الماء الموجود أسفل النفط. من أني أبدي أنتج نفط، الماء شو راح يسوي؟ يساعدني بدفع النفط. مرات اكو بعض المكامن ثلاث انواع ذني الانواع الدفع بيهن، يعني اكو مكمن عندي مكمن واحد بي سوليوشن غاز درايف وغاز كاب درايف ووتر درايف، يعني مرات مكمن واحد بي ذني ثلاثتهن او بي اثنين منهن او بي بس وحده منهن، وحده من ذني الثلاثه. هنا المكامن تصنف على آلية الدفع، مثل اذا سوليوشن او ديبليشن درايف، او اذا ثلاثتهن بي او اثنين بي يسموه كومبينيشن درايف، يعني انتاج دفع مشترك، combination drive.